يعني صباحنا لليوم رح نبدأ زينب من عالم الطب، ورغم أن عمليات التجميل في لحظة من اللحظات صارت موضة، إلا أنها ضرورة كبرى في حين آخر. عمليات تجميل الأنف قد يلجأ إليها الكثير نتيجة تشوهات معينة، كسور قديمة، أو بسبب حوادث قد يتعرض لها الإنسان. الكسور الأنفية اليوم رح نحكي عنها وعن الآلية المتبعة في تجميلها وتصحيحها. أكيد بصرنا نرحب بضيفتنا الدكتورة ميس حوراني، أخصائية أذن أنف حنجرة. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. هلا، صباح الخير ساري، صباح الخير زينب. يسعد صباحك عن جديد. يعني عم نحكي عن مشكلة عم بيعانوا منها أغلب الناس، وخاصة اللي بيعانوا من كسور أنفية قديمة من الصغر، يعني إنه بيكون متراكم هذا الشيء عندهم، لأنه في سن معين لا بقى يعملوا عمليات وبيتركوها بيهملوها، ما عم بيأثر على المشاكل الوظيفية أيضا على طبعا الأنف وأيضا على الشكل. خلينا نحكي أولا، نبدأ المشاكل الوظيفية أو الكسور القديمة قد إيه لها مخاطر على العملية التنفسية اليوم؟ لما نحن يتعرض عنا الانف للرد، يعني خصوصا باعمار صغيره، نحن بدنا نعرف اذا هذا الكسر هو كسر بس فقط معزول بعظام الانف بالخاصه، او صار في عندنا كسر بالحاجز الناصف تبع الانف يلي هو بيتدخل بشكل اساسي كثير بتنظيم جريان الهواء وبيتدخل بالوظيفه التنفسيه. الحقيقه في كثير من الكسور بتترافق مع كسر الوتيره، واذا ما ردت بوقتها بيضل بيعاني من مشاكل تنفسيه، هيك لنقدر نعمل له العمليه. احيانا بالحالات كثير الشديده، لما يكون في عندنا نحن هذا الانحراف صاير ساد بشكل كبير لاحد الفتحات، نعمل عمليه بنفهمهم انه بعد ال 18 بدنا نعمل ثانيه. الانف له خصوصيه كثير، صحيح، كثير نتيجه المجاورات اللي له. يعني نحن بوقت كسور الانف ما بنخاف على الانف بس، بنخاف على المجاورات. في عندنا نحن قاعده الجمجمه من فوق، في عندنا جيوب من على الطرفين، كثير مهم خصوصا اذا كانت الضربه شديده. صحيح. مثلا عندنا الرياضيين حوادث السير اكثر من حوادث الوقوع. يعني نحن بدنا ننفي انه نحن عندنا كسر بقاعده الجمجمه، وبدنا ننفي انه نحن في عندنا كسور بالجيوب، او كسور مثلا كسور مرافقه بعظم الحنك او شيء. هذا الشيء كثير اساسي لما اي شخص يتعرض لرد. نعم. يعني دكتوره كمان في نقطه اساسيه يمكن نحن بدينا بمقدمتنا، انه نحن التجميل احيانا بيكون ضروره وليس هو موضه. احيانا بنشوف صبايا ما عندها تشوهات ولكن تلجا لعمليات التجميل فبصير في تشوه. ممكن انتم كاطباء بتنصحوا انه اذا ما في مشكله معينه عدم خضوع اي شاب او صبيه لعمل جراحي دون داعي. قديش مهم كمان يكون في دراسه كامله للحاله قبل دخول العمل الجراحي، ومثل ما قلتي في نقطة حساسة انه فتحات الانف كمان هي مجرى التنفس، يعني وظيفيا تماما. خلينا نحكي قديش مهم يكون في دراسة للحالة، مو دغري اي الله خلينا نفوت على العملية. منهجيا ودراسيا اي حدا بده يدخل لتجميل، لعملية تجميل مهما كانت عملية هي التجميل، يعني مع انف، وجه، أي شيء بالجسم، لازم يخضع لاستشارة نفسية. ما المقصود بالاستشارة النفسية مثل انا ما بقول لمرضاي، ما المقصود انه انا عم يعني نحن بتعرفوا عنا بلوك لما يصير هذا الشيء نحن فورا دكتورة شو عم تحكي. لا، بس انت لازم تعرفي، او المريض لازم يعرف ذكر ام انثى شو عنده غلط، شو توقعاته، صحيح، شو الاوتكم اللي ممكن تصير معي، الماكسيموم شو احتمال انه هو يخضع لعمليات رتوش. دائما هذا الشيء لازم يعرفه المريض قبل ما يفوت، لازم يعرف نحن على شو فايتين، نحن على شو بنعمل، نحن شو الماكسيموم اللي فينا نعمله بهذا الشيء، شو التغيرات اللي ممكن تصير. اهم شيء بتجميل الانف انه نحن نحافظ على الوظيفه، يعني هو بالنهايه هو عضو وظيفي. صحيح. يعني نحن اذا زبطنا الشكل وما زبطنا ما كانت الوظيفه موجوده نحن دمرناه للانسان، يعني خلص بصير هو بالفعل بس شكل نحن انفنا، وبصير عندنا مشكله بفتحة الفم، دائما في عندنا مشكله سيلان، دائما في عندنا مشكله انسداد، معاناه. يعني يمكن هلا على زمن الكورونا كثير حسوا العالم شو يعني انك انت انفك ما يكون شغال. أكيد. لا شم، لانه انت لحتى تشم لازم يمر الهواء اول شيء غير التنفس.
هذا الشيء كثير اساسي، لازم اي حدا بده يخدم على عمليه تجميل يكون عارفانه. وهذا الشيء بصراحه مو بس راجع للمريض، لانه المريض بيجي عندك هو هيك بيفرض مثل ما بيقول اموره على الطاوله، بس انت كطبيب لازم توجهه تقدر ايه. طبعا لا توجهه انه هذا الشيء بيصير او ما بيصير، يعني انا مو بس بدي ارفع انفي وانا بدي اقيم هيك، واذا انفك حلو تركي صحيح اي يعني ممكن تشوهيه بعدين او ممكن تضربي وظيفه في تماما تماما. دائما دكتوره بيقولوا عمليات تعديل الانف لعمليات سابقه اصعب من العمليه الاولى والاساسيه بحد ذاتها، خاصه اذا كانت مضروبه مشكله التنفس طبعًا. او المشكله الوظيفيه طبعا. قديش حالات اليوم عم تجيكي من هذا النوع، خاصه انه اغلب الصبايا مثل ما قلتي يعني بهمهم الشكل على المضمون ما بهمهم، مع انه معروف يعني انه يعني الطبيب الشاطر او الناجح هو اللي بيعطيكي الشكلين بما يتناسب مع مقاييس الوجه، اضافه لانه بحافظ على الوظيفه التنفسيه. هلا خلينا نحكي انه عالميا 10% من عمليات التجميل تحتاج لرتوش، المفروض هذا خلال دراسه الانف اول ما يجي المريض او المريضه نكون نحن عارفانين نحن الرتوش تبعنا وين بدها تكون، يعني الرتوش تبعنا بدها تكون بالفتحات، الرتوش تبعنا بدها تكون بظهر الانف والى اخره. للاسف نحن عم نشوف مو انه عمليه عم تيجينا يعني بعد عمليه، عم تيجينا بعد 3-4 عمليات، يعني لهالدرجه نحن عم نشوف انه انا هي رابع عمليه بدي اعملها. كثير صعب، مو بس صعب، انا حتى لو انا اللي عامله اول عمليه، دائما الدخول الثاني اصعب من الدخول الاول، كثير لكثير اسباب، اولا نتيجه التليف اللي بيصير عند الجروح، اثنين نتيجه الشفاء اللي بيصير عند المريضه، كثير صعب. الاصعب من هيك تكوني مو انت المتداخله على العمل الجراحي الاول، فانت ما بتعرفي شو صاير جوا، مشان هيك نحن دائما لما يجينا حدا بنقول له هلا اذا كان في شيء معيب لازم ندخل. خلونا نحكي بصراحة، يعني إذا كان في شيء مشوه للشكل أو شيء بيأثر على الوظيفة لازم ندخل، إذا كان في شيء ماينر مثل ما بيقولوا شيء أصغري نعم يفضل لا نعم. يفضل لا يعني إنه خلاص بنتحمل، يعني بالنهاية نحن بيرفكت، دائما لازم تشوفي الأنف قبل والأنف بعد لحتى تعرفي لما أنا بدي مثل هذا الأنف، هو بالأنف بالظاهر بالقبل كان جميل وكان بده شوي رتوش تمام، يعني ما فينا نقارن انه انا بدي هذا الانف، كل انف له خصوصيته. صحيح، يعني دائما يمكن دكتوره بيجوكي معهم صور معينه تماما بدي انف مثل هذا مثل هذا، بيكون مثلا ملامحه شوي كبيره، فاذا بده الانف مثل هذا فصار في تشوه بشكل لا وما بيزبط انفه، يعني هو هذا الانف ما بيزبط هيك، ما بيزبط كان يحتاج عمل لي عمليتين اخر شيء ضل. نحن كثير شفنا هلا حالات نتيجه انه تاثر الصبايا بالموضه، تاثرهم باشكال معينه لفنانات، ممكن دائما بننسى انه اي صوره ممكن يكون عليها فوتوشوب وفلتر وتعديل. قديش منصح قبل اجراء اي عمليه، لانه بالنهايه الخضوع لعمل جراحي هو مانو بستاهل. هي هذا هو الهدف من الاستشاره الطبيه، بالنهايه الطبيب هو يعني بالنهايه نحن اطباء، نحن ما لازم نحن ننجر وراء الشيء اكيد اللي بيريده المريض هو شيء اساسي، بس هو مثل ما قلت في شيء نحن بيريده لازم نوازن بالشيء اللي بيريده بالشيء اللي بيصير، يعني صح. لازم نلاقي مثل ما بيقولوا خط التقاء وسط بهذا، ولازم يفهم المريض تماما الآلية اللي فايت عليها وشو رح يصير، التوقعات اللي رح تصير. كتير مهمة الاستشارة للإرشاد، كتير مهم بالنسبة للصبايا انه انا ما رح يزبط معي الانف انف، يعني لما يجيني انف كتير كبير ما رح يزبط معي انف هيفاء وهبة ولا رح يزبط معي انف نانسي عجرم، بالنهايه هن خضعوا لاكثر من عمليه تجميل. هذا الشيء لازم دائما نحكيه ولازم دائما نوضحه، وبالنهايه هي لها حريه القبول، هذا عمل تجميلي وليس عمل اسعافي، هي لها حريه القبول او لا، الا اذا كان في شيء بالوظيفه، اذا كان في شيء بالوظيفه هذا شيء ثاني، يعني نحن بنحكي بقى انه نحن رح نظبط الوظيفه والشكل هيك 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 بده يصير. هي بتتحمل نتائجه؟ لا لازم تعرف، يعني ما بتقدري تحملي اي حدا النتائج بدون ما تشرحي له، لما انت بدك تحملي حدا نتيجه شيء لازم تكوني شارحتي له بالاصل شو الوضع تماما. دكتوره يعني هلا كمان عم نشوف مثل ما قلتي كمان كثير من الناس اللي عم تعاني من كسور قديمه او عم بيصير معها حوادث معينه، كسور الانف احيانا بتحتاج لغضاريف بنسمع من شحمه الدان
او من سيوان الاذن او من الضلع او من الحرقفه. كمان خلينا نشرح، هل ممكن يتصلح الكسر او انه ممكن يرجع الانف لوظيفته بهي؟ هلا نحن عم نحكي عن نوع من الكسور، هي الكسور الانخسافيه نحن بنسميها، اللي بيصير فيها مشكله بظهر الانف، بيصير فيها ضياع عظمي. للاسف هاي الكسور كسور مشوهه جدا، ونحن احيانا كثير بنضطر فيها ناخذ طعم، الطعم بتاخذ او من الغضروف الانف الاذن عفوا، او من الغضروف الضلعي، او من غضروف او من عظم الحرقفه. نعم. بالورك دائما الطعوم في إلى نسبه تقبل وفي إلى نسبه رفض، ودائما اول مره بناخذ فيها الطعم هو افضل مره. يعني كمان نرجع بنقول انه العمل الجراحي الاول هو الافضل. دائما كمان لازم نشرح للمريض انه نحن رح ناخذ الطعم، بنشرح له الاليه قديش من وين رح ناخده، بس لازم نشرح له ايضا انه في نسبه لارتشاف هذا الطعم وانه ما يتقبله الجسم، للاسف هي نحن بنعاني منها. نعم، يعني في كثير ايضا امور يمكن دائما الطبيب هو اخبر واعلم فيها في حال اجراء اي عمليه جراحيه. هلا بيختلف مثلا طبيعه اجسام عن بعضها في حال كان حدا بده يخضع لعمليه جراحيه، يعني في تحاليل معينه بنقوم فيها، ايضا في مشاكل بيكون سابقه ممكن تسالوا انتم المريض عنها، سواء كان بالتنفس، جيوب متضخمة، يعني في عدة عوامل. وفي عالم بتقول لك لا نحن بدل ما نخضع للعمل الجراحي ممكن في شيء اسمه كي، هل هذا الشيء لأي حد مزبوط؟ هلا نحن عم نحكي عن الوظيفة سالي، نحن بالنسبة للأنف من جوا في عنا حاجز الأنف الناصف اللي هو الوتيرة، والزوايا الأنفية اللي هي القرينات. القرينات ثلاث مستويات اللي بتأثر على التنفس، منها القرينات السفلية. طبعا لازم يكون المريض مفحوص، نشوف اذا في انحراف بالحاجز الانف الناصف اللي هو الوتيره، واذا في ضخامه بالقرينات. في عندنا طريقتين، او هي القرينات تتعرض لكي وهذا اجراء نحن ممكن حتى نعمله بدون تخدير عام، اجراء من كل القرينات بنعاد بعد سنه، ممكن بعد سنتين، بعد ثلاثه، لانه هو حرق بالمخاطيه بيريح المريض، بيريح المريض لفتره بالنسبه اللي ما بيحبوا يفوتوا تخدير عام. هو حرق بالمخاطيه والمخاطيه بترجع بتتجدد، فنحن بنقول لهم انه هذا هو مجرد اجراء نحن بنعيده مره ومرتين وثلاثه. العمل لما يكون ضخامه القرينات كثير شديده وهي ساده للمجرى التنفسي بالطرفين، يفضل اجراء خزع القرينات اللي هو القص، شرط انه ما يكون جائر مشان ما نفوت بمشاكل القشور والتهابات الانف الضموريه. وهيك اللي بده يخضع لتجميل مع مشاكل وظيفيه يفضل يخضع بنفس التخدير، يعني نحن ما بنعمل تخديرين، بنظبط الوظيفة أول بنظبط بعدين تجميل، لا بنفس العملية بتتظبط الوظيفة وبتظبط الشكل بنفس الشيء. دكتورة، يعني قديه تطورت اليوم عمليات تجميل الأنف وتصحيح الكسور عن زمان؟ دائما في تطور، العلم دائما بتطور، التكنيك دائما بتطور. أنت ما بتتخيلي أنه التجميل القطبة فيه بتفرق، يعني تكنيك القطبة بيفرق، فدائما في شيء جديد والعلم دائما بتطور. تمام، يعني دكتورة أيضا بدنا نصائح أخيرة لكل اللي عم يحضرنا ويتابعنا من الصبايا من الشباب، يعني نصائح هيك عامة وخاصة في موضوع تجميل الأنف اللي هو كتير دارج. هلأ شغلتين أنا بيحضرني، يمكن لأنه أنا شفت مريض مبارح خاضع لكسر من يومين، بس يعني توجيه للأهل أو رجاء، حتى لو ما كانت في عيادات أذنية شغالة دائما في إسعاف بالمشافي شغال، وقت الرد هو افضل وقت لرد كسر الانف، يعني نحن ما نستنى بعدين والا بصير في وذمه، بس تصير في وذمه بعدين نحن بصير عندنا صعوبه كثير برد الكسر. يعني فورا ما نحط ثلج، لانه على الاغلب رح يترافق هذا الشيء مع رعاف شديد، الثلج رح يخفف لي الوذمه، رح يوقف لي الرعاف، ونتجه لاقرب اسعاف مشان رد الكسر. بالنسبه للتجميل رح احكي عن شغلتين، رح احكي من منطلق كوني طبيبه ورح احكي من منطلق كوني فتاه. دائما العيب ما حلو، يعني نحن بنحب التجميل، يعني بشكل عام الجمال حلو مثل ما بيقولوا، بس ما يكون زايد، يعني ما يكون شيء زايد عن حده. دائما بمؤتمراتنا بيحضرني بروفيسور مره قالنا انتم بالشرق الاوسط بتشوهوا ما بتجملوا، لانه هن عندهم التجميل فقط ازاله العيب وهذا الاساسي، يعني نحن بنزيل العيب وبنظبط الانف بحيث انه يكون انف حلو مقبول. بس ما من الضروري نحن نطلب اشياء ممكن لا تلبق لا يكون فيها تناسب لوشنا ولا تلبق لنا.
الشغلة الثانية انه نحن نعيد التجميل مرة ومرتين وثلاثة واربعة لشغلات كتير بسيطة، صحيح. لشغلة قطبة من هون قطبة من هون، يعني يا ريت هذا يكون راجع للطبيب وراجع للمريض، يعني يا ريت نخفف من هاي القصص، لانه بالحقيقة احيانا كتير ما عم لاقي انوف، انا من جوا ما بيكون في انف، بيكون بس في من برا انف. اكيد يعني اعطيتي نصائح كثير منطقيه واقعيه، ونحن كمان بنضم صوتنا لصوتك حتى كل بنت، فعلا هي كل بنت حلوه، بس في شغلات ممكن انه هيك تروتشها بطريقه طبيعيه. طبعا مثل ما حكينا طبعاً. تحت الهواء نحن بنشكر كثير دكتوره ميس على كل هيك المعلومات اللي اعطيتينا اياها، بنتمنى لك ولعائلتك السلامه. شكرا شكرا لك دكتوره، ونورتي صباحنا لليوم. شكرا.